هي ممثلة تندمج في الدور الذي تمثله إلى درجة أنها تستمر في البكاء حتى بعد وقف التصوير، فيذهب المخرج والطاقم إليها يحاولون إضحاكها لتخرج من المشهد وتعود إلى طبيعتها. تلقائية أجادت في العديد من الأدوار وخاصة في دور الأم، إذ تعتبر سعدية الزيدي من بين أهم الممثلات اللواتي مثلن دور الأم إلى جانب سهام السبتي وفاطمة الربيعي. فما كانت نشاطاتها السياسية، ولماذا سجنوا إخوتها، ولماذا هاجمت القائمين على الفن ووصفتهم بالمافيات، وما سبب اعتزالها، وبماذا تصف بعدها عن العراق، وأين تعيش الآن؟ من فضلكم لا تنسوا الاشتراك بقناة الحياة آرت وتفعيل الجرس. أهلا بكم. ولدت سعدية خليفة الزيدي في مدينة العمارة بمحافظة ميسان في 19 من أيلول سبتمبر في العام 1939 في عائلة بسيطة. عرفوا إخوتها فيما بعد بعملهم السياسي وتحديدا في التنظيمات السرية، إذ كانوا من الشباب المتأثرين بثورة يوليو التي قام بها جمال عبد الناصر وأصدقاؤه في العام 1952 في مصر. وبسبب نشاطاتهم السياسية ألقت الحكومة العراقية القبض عليهم في أواسط الخمسينيات وأودعتهم السجن. كانت سعدية تذهب مع والدتها لزيارتهم متنقلين من مدينة إلى أخرى، إذ كان يتم نقلهم بين الفينة والأخرى، فارتحلوا من سجن بغداد إلى الحلة وبعقوبة وثم سجن نجرة السلمان الشهيرة. كانت سعدية في تلك الفترة فتاة بسيطة لم تكن قد تكونت شخصيتها بعد، إلا أن قيام ثورة 14 من تموز في العام 1958 والإطاحة بالعائلة المالكة في العراق نقلت سعدية وأهلها إلى عالم آخر مختلف تماماً عما كانوا فيه من قبل، فتم الإفراج عن إخوتها بل واعتبروا مناضلين ضد الرجعية، وانتقلت العائلة إلى بغداد لتبدأ صفحة جديدة في حياتهم. فصارت سعدية رئيسة لقسم مكائن الحاسب الألكترونية في شركة الغزل والنسيج الصوفي، وبدأت تشارك مع أختها زكية السعدي والتي تعرف أيضا بزكية خليفة، صرنا يشاركنا في مناسبات عامة، فقدمنا مع بعض أول أوبريت غنائي لإذاعة بغداد بعنوان غيدة وحمد في برنامج الشعر الشعبي، وشاركهن الغناء المطرب وحيد خليل، وهو من إخراج الفنان الراحل صادق علي شاهين. من هنا بدأت سعدية أولى خطواتها نحو النجاح، حيث صارت تعمل كمعدة ومنفذة لبرنامج الأرض لمن يزرعها، ثم شاركت في تمثيلية النهيبة من تأليف رمضان قاطع الذي عرض عليها الزواج، وبالفعل تزوجوا وهم لا يزالون يعيشون مع بعض حتى اليوم. أحدث العمل ضجة بين الناس بسبب نقده لأعراف مجتمعية رجعية للأسف صارت منتشرة اليوم أكثر من ذاك الزمان، وبسببه حصلت سعدية على أول تكريم في حياتها، وقد كان عبارة عن مبلغ مالي قدره 8 دنانير. صارت سعدية الزيدي اسما في عالم الفن وتشارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات والبرامج الإذاعية، بل وهي من بين أكثر الممثلات العراقيات مشاركة في الأفلام السينمائية، ويعتبر دور الخنساء الذي مثلته ببراعة كبيرة في فيلم القادسية من أشهر أدوارها السينمائية. تنتمي سعدية الزيدي إلى عائلة معروفة بانتمائها السياسي القوي لحزب البعث، وبالإضافة إلى كونها ممثلة فهي شاعرة، كتبت العديد من القصائد الشعرية التي كانت تدعم من خلالها مواقفها وأفكارها السياسية، وخصوصا في فترة الحرب العراقية الإيرانية، لذلك هاجرت مع أطفالها وزوجها المؤلف والمنتج رمضان قاطع من العراق فور سقوط النظام في العام 2003، خوفا من أن تتم تصفيتهم جسديا مثل ما حدث مع فنانين وفنانات محسوبات على النظام السابق،
إذ هاجروا هاربين إلى سلطنة عمان. تعرضت سعدية الزيدي لنكسة كبيرة في غربتها، حيث توفي نجلها مهند رمضان في 12 من آب أغسطس في العام 2017 بعد صراع مع مرض عضال. وقد عاشت أياما سوداء حزينة تشبه ما قدمته من أدوار الأم الحزينة في أعمالها الفنية. وفي سؤال كيف تعيش حياتها بعيدا عن العراق وهل تأقلمت مع حياة الغربة، تقول سعدية الزيدي: أشعر بأن حياتي توقفت يوم ابتعدت عن العراق، فمنذ ذلك اليوم وحتى آخر يوم من حياتي سأظل أحلم بوطني، ومن المستحيل أن يأتي يوم وأتأقلم مع الغربة، ولكن لا بد من الاستمرار بالحياة وإن لم تعجبنا. وحول ما يخفف آلام الغربة لديها، تقول الفنانة سعدية الزيدي: ما يخفف عني آلام الغربة هو اهتمام أولادي بي، فهم يعاملونني كالأميرة ولا يقصرون في توفير أي شيء أحتاج إليه، ولولاهم لما تحملت الغربة يوما. تصف حال العراق اليوم بأنه في ضياع مستمر، ويسيطر على فنه مافيات تسيء للذوق العام وتسعى إلى تدمير كل ما هو جميل عبر استخدام لغة سيئة تخدم قضايا مبتذلة بهدف تجهيل المواطن حسب رأيها. وكل ذلك يتم بإشراف مسؤولين سياسيين أقرب ما يكونون إلى رجال مافيا منهم إلى رجال دولة. ورغم أنها تتمنى أن تعود إلى العراق وتشاهده لمرة أخيرة قبل رحيلها عن عالمنا، إلا أنها ترفض العودة للعمل في الفن العراقي، إذ هي اعتزلت التمثيل نهائياً لأن الفن والمسرح العراقي يعيشان حالة من الإذلال حسب وصفها. وتضيف بأن الفنان العراقي يعاني من التهميش والاغتراب القسري، حتى الذين يعيشون داخل العراق يعانون من الاغتراب. هي ومنذ العام 2003 تعيش في سلطنة عمان، كانت حتى قبل عام من الآن تشارك في بعض النشاطات البسيطة وتتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها مبتعدة عن كل شيء الآن بسبب تقدمها في السن. ما رأيكم بقصتها، وهل أنتم مع أم ضد آرائها السياسية؟ شاركونا آراءكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناة الحياة آرت وتفعيل الجرس. شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.